قمة الجولة الثالثة الكلاسيكو المرتقب، الهلال والأهلي غدا على درة الملاعب في استاد الملك فهد الدولي بالرياض. الزعيم المنتشي آسيويا بعد تغلبه على السد القطري وحصوله على بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي قدم في الجولات الماضية مستويات كبيرة أسعدت جماهيره وجعلته يتزعم فرق دوري جميل بفارق الأهداف وبمعنويات مرتفعة وبطموح الزعماء، سيلعب مباراة الغد بشعار الفوز ولا غيره، باحثا عن الانفراد بالصدارة في حال تعثر منافسيه. زعيم آسيا يملك أسلحة عديدة وفتاكة للتغلب على الراقي، فلديه لاعبين مميزين وهم كلمة السر في تألق الفريق الموسم الماضي، أمثال البرازيلي تياغو نيفيز الذي لديه مقدرة خاصة على ضرب دفاعات الخصم، والمبدع سلمان الفرج ويقف أمامهم المتصل دائما والحاضر في كل وقت ناصر الشمراني، وأيضا القناص ياسر القحطاني الذي أرسل دعوة لجماهير الزعيم عبر حسابه في تويتر قائلا: المباراة القادمة أمام الأهلي قوية ونحتاج الملعب فل زي ما عودتونا يا زعماء. الموج الأزرق يغرق اللي يطفى هذا الهلال، الطرف الآخر أهلي جدة استعد على قدم وساق للعودة بالنقاط الثلاثة لمصالحة جماهيره المجنونة بعد أن سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام نجران، مما جعله يتراجع نسبيا في ترتيب الدوري. الراقي هو الآخر يملك أسلحة لا تقل عن الهلال، فهداف الفريق عمر السومة بات يرعب مدافعين الخصوم، فقد مزق شباك هجر بهاتريك في الجولة الأولى، ومن المنتظر أن يجري المدير الفني السيد كريستيان كروس عدة تغييرات على تشكيلة الأهلي عن طريق الدفع بالكولومبي بالمينو والمهاجم الهولندي مصطفى الكبير منذ البداية. المباراة بس نشوف احصائيات لقاءات الهلال بالاهلي منذ عام 2008 منذ عودة الدوري الى النقاط حتى عام 2014 التقوا في 14 لقاء. في مباراة الذهاب الهلال يتفوق على الاهلي باربع لقاءات، الاهلي لم يكسب الهلال ذهابا. في الاياب ثلاث لقاءات مقابل لقاءين، الهلال فاز في سبع لقاءات مقابل فوزين للأهلي، تعادلوا في خمس لقاءات من مجموع 14 لقاء.